السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله. هذا البرنامج وهذه الحلقة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى مقسمة على 20 دقيقة، يعني ساعة. برنامج قوي إذا قمت به لمدة ساعة سوف يكفيك الله شر عدوك، إذا قمت بهذا البرنامج على يقين وإيمان بالله تبارك وتعالى وتوكل عليه وإنك من الصابرين. لذلك اقرأ هذا البرنامج بإذن الله تبارك وتعالى كالتالي أخي المبارك، سوف تقول الله أكبر من كل عين لمدة 20 دقيقة بإذن الله تبارك وتعالى. الأولى الله أكبر من كل عين، وأنت جلست في مجلسك ستقول متى سأفعل هذا البرنامج؟ افعله بعد الفجر، افعله بعد الظهر، في أي وقت ترتاح فيها أنت، أو بعد مثلا بعد العشاء قبل أن تنام. الله أكبر من كل عين، 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 الله أكبر من كل عين. ستقوم بها 20 دقيقة، 20 دقيقة بإذن الله تبارك وتعالى. ستقول لي عندي بعض الأشغال كده، قم بها 10 دقائق فقط، يعني لكم 10 دقائق في الدعاء الأول والثاني والثالث. يعني إن استطعت أن تقوم بهذا البرنامج بإذن الله تبارك وتعالى نصف ساعة فهذا جيد، وإذا أردت أن يؤثر عليك أكثر وتحصل على نتيجة من جلستك الأولى وترى أعراض وستشعر بأشياء قد تخرج منك، إذا أردت أن تشعر بأشياء قوية تخرج منك، تهرب منك، تخاف منك، تتعذب، تموت، قم به 20 دقيقة في الأول وهو تقول الله أكبر من كل عين 20 دقيقة. ثم تنتقل بإذن الله تبارك وتعالى إلى هذا الدعاء الثاني كذلك إن استطعت أن تقوم به 20 دقيقة، لأنه قد تكون عندك قيود وعقد وأقفال تمنع هذا العين من أن تبطل، تمنع هذا الجن من أن يخرج. ستقول الله أكبر تفتح قيود وأقفال وعقد، الله أكبر تفتح قيود وأقفال وعقد لمدة كذلك 20 دقيقة. فإذا أردت أن تكمل هذه الحلقة المباركة وهذا البرنامج في 20 دقيقة الأخيرة سوف تكرر هذه الآية الموجودة في صورتين مكررة، يقول الله عز وجل فيها قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله، هي موجودة قاتلهم الله أن يفكون، موجودة في سورة التوبة، موجودة في سورة المنافقين. تخيل أنها موجودة فقط في سورتين مكررة، في سورة التوبة التي هي سورة لتعذيب المشركين والمنافقين، وكذلك في سورة المنافقون لتعذيب كذلك المنافقين والمشركين. لذلك في هذه السورتين موجودة فقط هذه الآية ومكررة كذلك، موجودة في سورة التوبة في الآية 30 وموجودة في سورة المنافقون في الآية 4. قال الله عز وجل قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله، سوف تكررها بإذن الله 20 دقيقة، وأنت تكررها سوف تشعر كأنهم يتأدون. كيف ستقول لي ما فائدة هذا البرنامج؟ في الأول قلت الله أكبر من كل عين، وهذه العين قد تكون قوية في جسدك فأنت تصغر هذه العين لتصبح ضعيفة، فإذا قد تكون هذه العين مقيدة عليها أقفال وقيود وعقد، ستزيلها لما تقول الله أكبر تفتح قيود وأقفال وعقد، الله أكبر تفتح قيود وأقفال وعقد. لما تقول هذه الدعاء الثاني سوف تفتح كل القيود والأقفال والعقد التي تمنع هذه العين من الخروج. فإذا قلت الدعاء الثالث فلم تترك للشيطان خيار إلا العذاب أو الخروج، القتل أو الخروج، القتل أو الخروج. فإذا قمت به 20 دقيقة سوف يختار إما أن يخرج أو يقتل فيك أو يتعذب. لذلك فإذا قلت بهذا البرنامج فأبشر بالخير. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها جلها ودقها عظيمها ودقيقها يا رب العالمين.